على ذكريات رمضان. مثل ما تعرفين احنا في هذا الشهر الفضيل الناس اكيد لها ذكريات خاصه في هذا الشهر، بالذات اذا صارت عندها اكثر من انتقاله جغرافيه من مكان لمكان. ابدي وياك من العراق، باي عمر بلشت الصيام تحديدا؟ اعتقد بعمر 11-12 سنه، اما قبل ذلك يعني كنا نغش صيام العصافير. كنا نغش يعني اكيد نص يوم او ربع يوم او هكذا. بالضبط. زين لما بلشتي بعمر 12 او 13 تقريبا، بلشتي يوم كامل ولا حسيت بصعوبات؟ لا كان يوم كامل اتذكر، يعني كان احساس بالمسؤوليه خلاص، يعني انه احنا كبرنا ولازم نكمل صيامنا. جميل. السيدة الوالدة كنت تساعديها في المطبخ ولا أنت انعزالية يعني بهذا العمر تحديداً؟ أبداً. أنا أعرف العراقيات سباعيات من وقت يبدو. أعرف بس نعم. أبداً ولا كنت يعني أعرف شيء بالمطبخ. مدللة يعني. جداً يعني يعني يمكن أول طبخة سويتها بحياتي بعمر 17 سنة. على 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 طار الطبخات يعني أو الطبخات، عندك أكلة معينة تحرصين عليها في شهر رمضان أنت تطبخيها أو تحبين أن تعد إليك؟ حالياً لا، أنا أنوع يعني بأكلاتي، تعرف يعني بحكم أنه أنا انتقلت من دولة لدولة وصار عندي يعني تعدد ثقافات. نعم بالأكلات صح. فصار عندنا الأكل إحنا كل يوم مرة عراقي مرة مكسيكي مرة إيطالي. جميل. خلينا في موضوع رمضان عفواً أستاذة، الأكل العراقي اللي تحبين تأكلينها في شهر رمضان؟ طبعاً شوربة العدس هذا شيء أساسي موجود عندنا. نعم. بس بعض الأكلات أحب أكلها من إيد أمي، مثلاً الدولمة، التشريب، هذا بشكل يومي. هاي يمكن زين التشريب تأكليه بإيدك ولا؟ لا بإيدي. لأن ما ترهم يعني تشريب وخاشوقة وهاي لا. لا والقاعدة تكون بالأرض على فكرة. يا سلام. رمضان يعني بصل موجود هم ولا؟ أي لازم طبعاً. بس لحد الآن ما دقيت البصل بالإيد. أقولهم إلى ميزة لأنه الفيتامينات وغيرها. لا بس أنا أحرص بشهر رمضان فعلاً تكون السفرة على الأرض، يعني المائدة على الأرض. نعم جميل أستاذة. في موضوع رمضان أكيد جنابك ممثلة قديرة وتعد دائماً يعني أعمال مميزة لشهر رمضان المبارك، صدفت عندك تصوير في نفس شهر رمضان؟ لا للأمانة لا، لأنه صعب جداً. أنا يعني هذا الشهر بالذات إنه أحب أتواجد فيه مع الأهل والأسرة، أكون متواجدة لأن عندي هذه الطقوس رمضان، يعني شيء مستحيل أستغني عنه. يعني هذا الكم من الدراما ولا يوم صادف إنه صورتي خلال رمضان؟ يمكن بس ما قاعد يحضرني حالياً. نعم. أكيد مريت في ظرف. نعم. مثل هذا، بس اللي أذكره أكثر إنه أنا اعتذرت عن أعمال. نعم. بسبب انه يصادف انه راح يدخل علينا شهر رمضان. نعم. وصادف انه انت كنت صايمه وصورتي ولا؟ اي صارت كذا. والان تحرصين على صيام الشهر كاملا طبعا. يعني. لازم حتى اثناء التصوير ترى. نعم. يعني احنا الفنانين والكاست وكل اللي موجودين احنا الان كنا